الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي أضاءت بذكره الظلمات، الحمد لله الذي أثره في كل مكان. إلهنا رفعنا إليك أيدينا فأعطيتنا، ودمعت عيوننا فرحمتنا، ودعوناك وسألناك فأجبتنا. اللهم لا تشغلنا عنك بدنيا زائلة، ولا تتركنا نلهث وراء سرابها ونجري وراء حطامها. إلهنا من يحمينا من ضعفنا، ومن يعصمنا من ذنوبنا، ومن ينقذنا من كربنا، وأنت الرحيم الرؤوف بالعباد، وليس لنا ربا سواك. يا رب نحن عبادك التائهين الجاهلين المذنبين، غرتنا الدنيا وفتنتنا، وسببت لنا المحن وأرهقتنا، وعن طريقك أبعدتنا، وأنت من حضرتنا وعلمتنا، ونحن بجهلنا ما التفتنا، وبالدنيا تمسكنا، فانتزعت من قلوبنا السكينة، وفقدنا الراحة والأمان. يا رب يا من خلقتنا، ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واصرف حب الدنيا عن قلوبنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا سبب لضيق صدورنا ولا همومنا. واقذف من علمك في قلوبنا حتى نرى الحقيقة قبل موتنا، ونعلم أنك باقي وغيرك زائل، وأن من خسرك خسر نفسه، ومن تجاهلك هلك. اللهم إنا نعوذ بك من دنيا تلهينا، ونعوذ بك أن نربح دنيا فانية ونخسر جنة باقية. اللهم إن من عبادك من قل صبره وقل علمه، فانجرف وراء الشهوات. اللهم خذ بأيدينا، ولا تدع للشيطان علينا سبيلا، وأذح أران من القلوب، وأنر بصائر أظلمتها الذنوب. يا رب نشكو إليك دنيا قهر فيها الظالم المظلوم، وفتن دخلت البيوت، فانتشر الفجور، فضاقت الأرزاق، وتفرق الأحباب. اللهم احفظ شباب المسلمين، وانقذهم من المخدرات، واستر عورتهم، وارزقهم بنعمة الحياء. اللهم من دبر ومكر بهم فامكر بهم، ومن أراد بهم السوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وكره إليهم الفسوق والفجور، وحبب إليهم طاعتك وزينها في قلوبهم. وصلي على محمد نبيك الذي أرسلت وفضلت، اخترته فاختارك، وأثرك على رغباته فأثرته، ملئ قلبه حبا لك وزهدا في دنيا فانية، وأخبرنا أنها دار ابتلاء، وأن بقاؤنا فيها فترة عناء، وأن نأخذ منها رقعات وصبر يستعان به في الظلمات. وحذرنا من أن نتنافس فيها ونجعلها أهمنا وهدفنا، وأنها غرور ومليئة بالشرور، وعلمنا كيف نستعين بك عليها بكلمات وأذكار في كل الأوقات، فيها الدواء لكل داء، وتجلب المعية في كل الأزمات. وعلمنا مد أيدينا إليك وطلب المدد والعون منك، فصلي على خير من ذكرك وطاب لسانه بذكرك، فأعطيته الدنيا والآخرة ورزقته بالمكان العالية. اللهم صلي عليه صلاة طريق بك، وبلغه منا السلام.